الشركات المحترمة أنفسها بمنتوجاتها تكتب على ما تقدمه للمستهلك أن هذه الشركة غير مسؤولة عن سوء التخزين أو سوء الاستخدام. فإذا شفنا بأن المنتحلين للإسلام أو المنقلبين على الأعقاب المنقلبين على زمام السلطة الإسلامية الشرعية شفناهم طبقوا قانون الرق بطريقة لا إنسانية، فهذا ما يتحمل مسؤولية الإسلام. الإسلام لا يتحمل مسؤولية سوء التطبيق، كما أن تلك الشركات لا تتحمل مسؤولية سوء الاستخدام وسوء التخزين. إذا نريد نشوف لازم نشوف أئمة الهدى شلون كان، نشوف شلون يتعامل معه. بكل بساطة، عملية الرق في الإسلام كما مثلها الأنموذج من النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هي عبارة عن استلحاق واستخدام عنصر أجنبي، إما أنه حالة الظروف بينه وبين أن يصل إلى الحق، وإما أنه هناك حواجز نفسية ما خلته يلتحق بسفينة النجاة وأن يلبي نداء الحياة المتمثل بالرسالة الإسلامية السمحة، جيبوه يصير جزء من أسرتهم، جزء من كيانهم، ينظر عن كثب، يخبر عن كثب روعة حياتهم، يرى جمال نفوسهم، يرى عظمة خلقهم، يدخل إلى قعر بيوتهم، يتعامل معهم، يحتك بهم. وها هنا بعد كل ذلك حينما نرى الأئمة كيف يتعاملون في كلامهم وحديثهم، في طعامهم وشرابهم، في حياتهم اليومية، تجده الأب الحاني، أي منكم أيها الأحبة أبنائي بناتي لا يتمنى أن يكون عبدا قنا في بيت جعفر بن محمد أو علي بن الحسين أو الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين؟ شوف الدلال، شوف الحنان، مضافا إلى أنه تتفتح مسامر الروح ومسامع القلب، فتجده يتحول ذلك ما يسمى بالعبد يتحول إلى تلميذ قد قارن وعاشر الإكسير الأعظم، فأصبح درة فاخرة، معدنا فاخر، كبريتا أحمر.